الاهلي والزمالك على موعد في كاس السوبر الافريقي، فلينجح الاهلي في الصقر من الزمالك بعد خساره سوبر 1994 بالهدف التاريخي لايمن منصور، ولا الزمالك هيواصل تالقه في السوبر ويبقى عقده حقيقيه للاهلي؟ نزلنا الشارع نعرف راي الناس وتوقعاتهم، يلا بينا نشوف. توقعاتك ليه يعني السوبر الافريقي ما بين الاهلي والزمالك؟ والله انا اعتقد من الناحيه الفنيه ان المباراه تبقى محسومه للنادي الاهلي وفرق كبير، ومش هنوصل لضربات ترجيح خالص، وانا شايف الاهلي ممكن يكسب 3، ممكن يكسب 2-0، ممكن 4-2، 4-1، يعني في المعدل ده ان شاء الله 3-0 للزمالك. الزمالك باذن الله 2-0 للاهلي. باذن الله ان شاء الله 3-2 للاهلي. 2-0 للاهلي. انا اتوقع ان شاء الله ان الزمالك هو اللي يكسب بفضل الله قبل اي حاجه، زي ما ربنا بيوفقه في كل مره انه يكسب. مين اللاعب اللي هيصنع الفارق هنا وهنا؟ ممكن في الاهلي وسام ابو علي. في الزمالك نخاف من زيزو بس. اللي هيصنع الفارق هيبقى قفشه وامام عاشور، الاثنين دول. في الاهلي ان شاء الله، ان شاء الله امام عاشور واسام ابو علي. في الزمالك انا قلقان من زيزو وسيف الدين الجزيري. مين اللي هيجيب الهدف؟ امام عاشور، ربيعه. طبعا عندنا حسين الشحات، عندنا وسام ابو علي، ده هيصنع فرق جدا، ممكن وسام ابو علي يسجل هاتريك، يعني اتوقع انه يعمل هاتريك.